السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا حبايبي ومتابعيني في قناتي قناة هالة الشريف. بإذن الله هعمل معاكم النهاردة حاجة سهلة وجميلة بتطلبوها من المطاعم كتير. النهاردة هنعمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة. طاجن المكرونة باللحمة ده بيتعمل تحفة جدا والناس كلها بتحبه من المطاعم. النهاردة هنعمله إن شاء الله في البيت، وأحلى من المطاعم وأرخص من المطاعم وأنظف من المطاعم وبكل سهولة، وجميل جدا وبيطلع تحفة، وولادك هيحبوه قوي قوي قوي، وبطريقة سهلة مش هياخد في إيدك بالظبط 7 دقايق. وهتعمليه، هنجيب معانا حلتين، والمكرونة مش هنسلقها ولا أي حاجة. هنجيب معانا حلتين، حلة هعصر فيها اللحمة المفرومة، وحلة هحط فيها الصلصة بتاعة الطاجن بتاع اللي احنا هنعمله، حلة للصلصة وحلة للتعصيج اللحمة. اول حاجة بحط معلقتين زيت، وبحط بصلتين كبار، بعملهم في الكبة، بعملهم بالمبشرة، بتعمليهم بأي طريقة تقطعيهم، بس المهم يكون صغير مش كبير. بحط معلقتين الزيت وبقلبهم كده في بشوحهم، وبحط معلقتين في الحلة التانية، معلقتين زيت، وبحط فيهم صلصة الطماطم. انت بتعصريها، انت بتبقى مفرزاها، انا ببقى مفرزاها في الفريزر. بحط مع صلصة الطماطم ملح وكزبرة وكمون، ملح وكزبرة كمون، بحط بهارات 7، بحط يعني دي البهارات بتاعت الصلصة. بالنسبة للبصلة بحط معاها برضو ملح وفلفل وبهارات وشوية كزبرة ناشفة صغننين كده، بتخلي ريحتها برضو تحفة قوي. وأقلب الصلصة، الصلصة معايا هما 2 معلقة الزيت، وبحط عليهم الصلصة، بحط ملح وفلفل وكزبرة ناشفة و7 بهارات، ما بحطش أكتر من كده. ملح بدوقها وأشوف الملح، لو الملح ناقص بحط شوية ملح، حطيت معاكم شوية ملح كمان. معايا قرفة وسكر، قرفة وسكر ده سر الطاجن، ده سر الطاجن. هنحط حبة هنا في الصلصة، وحبة ايه بسيطة كده في اللحمة المفرومة اللي بنعصجها، بس هما دول سر الطاجن، القرفة ومعلقة السكر. معايا قرن بقى فلفل حامي عشان يبقى مخليها مشطشطة وجميلة. بحط قرن الفلفل الحامي بقطعه مع البصلة وبشوحه معاها برضو، ويبقى فاضل ان احنا نجيب اللحمة المفرومة ونحط البهارات الاول، ملح فلفل كزبرة كمون، 7 بهارات، نفس اللي بحطهم على الصلصة هم اللي بحطهم على اللحمة المفرومة. بحط بقى على اللحمة المفرومة بتاعتي ده 1/2 كيلو لحمة مفرومة، بيطلع معاكي 6 طواجن، ممكن يطلع 7 كمان، يعني انا مكتراها اللحمة، لكن هو 1/2 كيلو يطلع لك 8 طواجن بالحجم اللي انا عاملاه ده. شوفي بقى موفر قد ايه، وطلعها لك في منتهى الجمال. عايزه تخليها اللحمه فيها اكتر، يبقى 7 طواجن بس. بنعصج اللحمه المفرومه زي ما انت شايفه كده، بنعصجها، هي الطريقه المعتاده اللي احنا بنعصجها للبشاميل ولكل حاجه. بجيب بقى الطاجن بدهنه زيت في الاول عشان ما يلزقش فيه، بتدهنيه من جوه كويس قوي بالزيت علشان ما يلزقش فيه المكرونه. بنحط في كل طاجن شويه لحمه مفرومه، وفي سر بقى هقول لكم عليه برضو مش اي حد بيعمله، ان انت تدوسي على اللحمه المفرومه في الطاجن كويس قوي عشان لما تيجي تقلبيه تطلع معاكي متساويه وجميله جدا. بتدوسي عليها جامد قوي بحيث ان هي تمسك في بعضها، تبقى ماسكه في بعضها عشان لما تقلبي الطاجن يتقلب معاكي بكل سهوله. بيطلع بصراحه، بتدهنيه الزيت سرين، الزيت ده لما تدهنيه، واللحمه المفرومه لما تدوسي عليها في الطاجن ده. وبحط المكرونه من غير ما تتسلق، زي بفضيها من الكيس ده، معايا 2 كيس مكرونه 700 جرام الاتنين. بحط في كل طاجن شوية من غير سلق ولا حاجة، فانت هتلاقيها موفرة في الوقت وموفرة في المجهود وموفرة في كل حاجة. هتحطي على طول المكرونة من غير سلق ولا حاجة، والله بتطلع تحفة، وجربوه وهتدعولي ان شاء الله، احلى من المطاعم 100 مرة.
هحط اللحمه اللحمه المفرومه، بعدين المكرونه، وبعدين الصلصه بحطها ايه في كل طاجن كبشتين صلصه حلوين كده، كبشتين صلصه على الوش كده، وهي كده كده بتتشرب كلها من الصلصه دي. وطبعا عشان هي ما اتسلقتش بحط الصلصه الاول، وبعدين بحط الكاتل يغلي ميه، او ما عندكيش كاتل اغلي ميه على البوتاجاز، عشان هي بتبقى عايزه ميه سخنه مش ميه ساقعه. بغلي ميه في الكاتل، وهزودها دلوقتي بعد ما احط الصلصه كده على الوش، هزودها معايا ميه بتغلي، ميه بتغلي، هي دي اللي هتخليها بقى هتاكلي احلى طاجن، احلى من بتاع المطاعم، والله هتدعولي وهتعملوه جميل جدا. كده هحط ميه مغليه لغايه ما اغطي الطاجن لغايه اخر، يعني لازم المكرونه تكون متغطيه على الاخر، ما تسيبوهاش اقل من كده عشان المكرونه تستوي معاكي، وبتطلع والله ولا بتطلع في منتهى الجمال، تطلع جميله جدا جدا، تحفه جدا جدا. بقطع معايا ورق فويل بقى بقطعه، وهمسك بقى الطاجن هغطيه كويس عشان يستوي كويس قوي وما يطلعش منه بخار، لازم احط الورق ده واكتمه عليه كده علشان ما يطلعش منه بخار خالص، ويستوي ويطلع معاكي زي الفل. كده انا قفلته، هجيب صاج وهحط عليه الطواجن كلها وهدخلها في الفرن بتاع تلت ساعة بالظبط كده، وتطلعي الطاجن تلت ساعة نص ساعة بالكتير قوي، وتطلعي الطاجن هيطلع معاكي احلى طاجن، وبالف هنا والشفا. وما تنسونيش في اللايكات، معاكو احلى طاجن مكرونة باللحمة، احلى من بتاعة مطاعم ان شاء الله. لايك كتير، لايك كتير بقى للطاجن الجميل ده، السكر قوي ده، بجد هيعجبكو قوي، هيعجبكو جدا. كل الطواجن اللي انا بعملها لكم بتطلع خفيفة وجميلة وسهلة وموفرة، فيها كل حاجة ان شاء الله. هتدوقي احلى طاجن، احلى والله من بتاع المطاعم. انا بتاع المطاعم ده دقته مرة واحدة وما عجبنيش، وانا عملته احلى منه 100 مرة. شايفة؟